حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله دقه وجله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم أن تبعث عبادك يا الله. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم إلا وصلت عليك يا علم الهدى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على المبعوث بالرحمة والعناية للعالمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أستفتح بالذي هو خير، وخير الكلام هو كلام المولى جل جلاله، إذ يقول المولى جل جلاله في كتابه العزيز، وتأمل بالله عليك هذه الآية، إذ يقول الحق جل وعلا: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هل حقا ما زلنا خير أمة؟ هل حقا الخيرية ما زالت تسعى فينا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا؟ هل حقا نحن أتباع هذه الآية؟ هل حقا نحن المعنيون في هذا الخطاب؟ هذه الأمة التي امتدح الله تعالى، امتدحها الله تعالى سبحانه وتعالى وأثنى عليها، ولكننا أيها الإخوة الكرام، إذا ما استعرضنا هذه الآية وأنزلنا هذه الآية على بيوتنا وعلى مجتمعاتنا وعلى مدننا وعلى واقعنا، نرى الجريمة والإجرام تنتشر وتتفشى بكل الوسائل وكل الأنواع. هذا الإجرام الذي كان غريباً عن هويتنا وعن أسلافنا وبعيداً عن واقع أجدادنا وآباء آبائنا، ما الذي حل بنا؟
أرقام أيها الإخوة، وأتحدث لغة أرقام لعلها تصيب القلوب. أرقام نخجل من أنفسنا فيها حقا. منذ أوردها مركز أمان الذي يرصد حالات العنف والجريمة في مجتمعاتنا منذ العام 2000 وحتى يومنا هذا 1229 قتيل، 1229 قتيل في سنة 2014، 61 قتيل في سنة 2015، 58 قتيل في سنة 2016، 64 قتيل في سنة 2017، ولم تنتهي بعد، 63 قتيل. أرقام مخجلة. هؤلاء وهذه الأعداد لا تخاطب أبناءنا الذين نفقدهم على حرب الشوارع في الحوادث المؤلمة، هذه الأرقام لا تخاطب أولادنا الذين فقدناهم بأيدي الشرطة، هذه الأرقام تخاطبنا نحن بأيدينا نقتل بعضنا البعض. أرقام مخجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لبلال: يا بلال أنصت في الناس، قال للناس تسكت تسمعني. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب جموع المؤمنين المسلمين، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث ابن عمر قال: ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ماذا سنقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يكفي أن نعتذر لرسول الله من رسمة مسيئة له كانت في الدنمارك أو في أي دولة غربية؟ في كل يوم نرسم رسمة مسيئة لرسول الله، في كل قطرة دم تسيل من أبناء المسلمين بأيدي المسلمين نرسم إساءة لرسول الله. ماذا سنقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم المحشر؟ عذرا يا رسول الله، فشلنا أن نكون مسلمين. ماذا سنواجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجعنا ويقتل بعضنا بعضا. والله جل جلاله قالها صريحة واضحة وضوح الشمس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية من سورة النساء آية 93. بالله عليكم يا عباد الله، حفظوها لأبنائكم قبل أن تحفظوهم جزء عما وتبارك. وآيات من سورة الكهف في فريضة هذا الوقت وهذه الأزمة العنف التي نعيشها في كل ساعة، لا نقول يوم بعد يوم، في كل ساعة باتت الجريمة في مجتمعنا إرهاب منظم في كل عام في مقدار 62-63 قتيل. ويا ليت أمور أهم في حياتنا منظمة. للأسف أهم الأمور التي نحتاجها في حياتنا ترى المسلمين يعيشون فيها في فوضى، فوضى عارمة، مع أن الدين يخاطبهم في النظام، بينما في الجريمة والقتل نظام دقيق في كل عام 62 قتيل. والكل أيها الإخوة
الكل، المشايخ، الآباء، المربون، المعلمون، الأمهات، الكل، الكل، كل في مكانه مسؤول. بكف بس تقول المشايخ، بكف بس نقول المعلمين في المدارس. البيت، البيت الذي يعزز الجريمة والإجرام، اللي بتطلع فيه افشخه، هذا البيت الذي ينتج مجرمين للمجتمع. واعلم أيها الأب، قلتها وأقولها وأكررها مرارا وتكرارا، أيها الأب، إن لم تربي ولدك فاعلم أن هذا الولد عدوك، وهو بمثابة قنبلة موقوتة، وأول ما تنفجر ستنفجر فيك أيها الأب الذي لا يسأل عن رفاق أبنائه، ولا يسأل ولده من أين لك هذا، ولا يسأل ابنه ما الذي تخبئه، ما الذي أحضرته، ما هذا الذي بين يديك، إيش بدنا من السلاح، وإيش بدنا في لغة السلاح. هذا السلاح للأسف، للأسف من قلة الوعي لا نستخدمه إلا على بعضنا البعض، وهذا السلاح لا يجوز أن يكون في بيوتنا كلمة واحدة نقولها ولا نخشى في الله لومة لائم. السلاح لا ينبغي أن يكون في بيوتنا، السلاح بات أن يكون تذكرة الدخول إلى جهنم والعياذ بالله. ومن شبابنا؟ ومن يقتل مؤمن متعمد، هذه الآية يقول الإمام أبو القاسم البغوي صاحب تفسير البغوي. سبب نزول هذه الآية أن هناك صحابي اسمه مقياس بن صبابة الكناني أسلم، فجاء على أخيه هشام فلقيه مقتول عند بني النجار، فلم يرغب في التصرف فورا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معه النبي رجل من بني فهر قبيلة أخرى زي ما إحنا بنعرف شاهد صلح يعني، فأرسله إلى بني النجار برسالة من رسول الله: يا بني النجار، إما أن تخرجوا من قتل هشاما أخو هشاما بني كنانة أو أن تدفعوا الدية وهي 100 إبل. فلما جاء الرجل والمرافق له في الإصلاح الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بني النجار، فقالوا بني النجار: لا نعلم من قتله ولكن ندفع ديته 100 ناقة. فخرجوا من ديار بني النجار وهم في الطريق، فوسوس الشيطان لمقياس الكناني أخو القتيل، قال: ويحك، أتقبل دية أخيك؟ هذه سبة، كيف تصلح مع الناس؟ كيف لم تقتل أمام أحد؟ بالله عليكم، هذا الشيطان ألم يزل بين أيدينا اليوم؟ كل ما عيلة فلان وعيلة فلان اقتربوا من الصلح بيجي الشيطان وبيهمس، شيطان الإنس بيهمس للناس بوسوس. شوفوا الورق أسلوب، بيجي الشيطان الإنس بوسوس، كيف بدك تصلح من غير ما تستبد؟ فوسوس له، فنظر من حوله لم يجد إلا من بني فهر الذي سعى له بالصلحة، فكاد له المكيدة، فإذا به يمسك بحجر كبير ويفشخ رأسه ويقتله، وقال: الآن باتت النفس بالنفس، وكسب 100 ناقة وارتد عن الإسلام. فنزلت هذه الآيات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه
وأعد له عذابا عظيما. أيها الإخوة، هذه الآية من أشد، من أوجب الواجبات التي يجب أن نعلمها لأبنائنا الصغار. ما جزاء من يقتل مؤمن؟ مشكلتنا مع هذه الآية كمجتمع في التعاطي مع هذه الآية لا نذكرها، لا نذكرها إلا بعد حادث قتل ونذكر بها الناس. هذه الآية ينبغي أن تسري في دماء أبنائنا ليعلم جزاء القتل. كم من أم فجعت على ولدها، والله تعالى يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إحنا بنفكر لما بنسمع في الطير الطيب إياف الرمل اللد إطلاق نار وقتل شخص، في حقيقة الأمر قتلت عائلة بأكملها، فجعت الأم بولدها وفجع الأب بابنه وفجع الابن بوالده. ذلك القاتل قتل فيهم معنى الحياة. أين الإنسانية في إسلامنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، اسمع هذا الحديث بأذنك وبقلبك، كان في غزوة من الغزوات والصحابة رأوا طائر فأخذوا لهذا الطائر فرخين، الفراخ اثنين من فراخه، فجاء الطائر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ويرفرف ولا يعلم أحد ما الذي يحدث. فنظر النبي إلى الصحابة وانظروا إلى كلماته ماذا قال: من فجع هذه بوالديها؟ ردوا ولديها إليها. والله لم يرضى النبي للطائر أن يفجع بولده. كيف يرضى أبناء المسلمين أن يفجعوا بعضهم البعض بقتلهم لبعضهم البعض؟ كيف سنلقى الله؟ ماذا سنقول لله؟ ماذا سنقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله، يا رسول الله، انظر إلى حال أمهات المؤمنين الذين فجعن بمقتل أبنائهم. يا الله، اسمع لدعاء المظلومين الذين قتلوا لهم الأبناء. هذا الدين وهذه السماحة وهذه الأخلاق التي ما كان يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجع طائر بولده. فلو بعث النبي صلى الله عليه وسلم فينا الآن لاصطفت الأمهات واصطف الآباء واصطف الأبناء ليشكو حالنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. نقرأ في قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فحينما يوجد الخوف، وهذه الآية كانت بين ابني آدم عندما هم أحدهما لقتل الآخر، لم يشرع الأخ لقتل أخيه، مش عشان ما عندوش سلاح، مش عشان ما عندوش قوة، لسبب واحد ووحيد نحن نحتاجه في بيوتنا: إني أخاف الله رب العالمين.
فحينما يوجد الخوف أيها الإخوة، وهذا كلام من الشباب، لا الشباب بالذات الذين يريدون أن يردوا الإساءة بعشرة، أنا يحكي معي هيك، أنا يسب عليه هيك، أنا يرفع عليه هيك، أنا وأنا وأنا، وبالآخر من صفة وعد في المقابر إني أخاف الله رب العالمين. الآية أيها الإخوة التي ذكرت المجرمين والإجرام، قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ودققوا في هذه الآية، في جنات يتساءلون عن المجرمين، أهل الجنة بيسألوا عن المجرمين، قالوا ما سلككم في سقر، إيش اللي جابكم على جهنم، إيش اللي رماكم في جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أيها الإخوة الكرام، دققوا وفتشوا خلف كل جريمة تجد هذه الأربع أسباب هي الحاضرة. لم نكن من المصلين، ومن قال الصلاة الحقيقية هي عبارة عن حركات نؤديها وطقوس؟ صلاتنا الحقيقية هي يوم أن نخرج من المساجد، يوم أن يسعى بعضنا بعض هذه الصلاة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الصلة التي يريدها النبي لنا مع الله عز وجل. ولم نكن نطعم المسكين، لما كل واحد يقول أنا نفسي نفسي ويغلق على نفسه الباب، ماذا بقي من المجتمع؟ وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نخوض مع الخائضين. فبعض الناس لا يعلم بحقيقة أمر ما، فإذا به يخوض ويولق في قضية ما حتى يتسبب في جريمة. ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين. يا رجل اتق الله، خاف الله، فبقول لك ليوم الله بعيد الله، يكذب بيوم الدين. يا رجل اليوم تدخل المقبرة بأعلى أقدامك، فاعمل ليوم تدخلها على الأكتاف. يا رجل قبورنا تبنى ويا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. يا رجل في كل يوم نشيع جنازات. الحكاية بدهاش الأنا والإيجو العالي، خلي الإيجو تبعك للدين، خلي الإيجو تبعك في تقوى الله، خلي التنافس تبعك لن يسبقك إلى الله أحد. هذا الذي نريد من أبنائنا ومن آبائنا ومن شبابنا. فاتقوا الله يا عباد الله، يكفي ما كان، والألم في ازدياد، والجرح غائر في هذه الأمة. وبعدين إيش بنيجي بنقول؟ المحتل المحتل، ومن قال لكم الاحتلال هو فقط للأرض؟ نحن نعاني الآن من احتلال في الأخلاق، نحن نتقمص أخلاق ليست بأخلاقنا، نحن نتقمص عادات ليست بعاداتنا. هذا الاحتلال في الأخلاق احتل مكان قال الله وقال رسول الله رحمة الإسلام في التعامل فيما بيننا، هذا أضر بنا من احتلال الأرض. هذا إن أصلحناه في بيوتنا رددنا ممن احتل أرضنا أرضنا. فلذلك أيها الإخوة الكرام، كفوا أيديكم وكفوا أبناءكم. نحن في أزمة وعي، الحمد لله المصلين كثر، الصحابة لم يسبقون إلى الله، خذوها مني معلومة، لم يسبقون الصحابة هذا الجيل الذي لن يتكرر إلى يوم الدين، ما سبقونا إلى الله، اسمعوا، لا بكثرة صلاة ولا بكثرة زكاة ولا بالحج
ولا بالعمرات ولا بالصيام، سبقونا إلى الله في سلامة الصدور. سلامة الصدور أن يكون المسلم سليم الصدر لأخيه، وهذا الذي حث وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل في الحديث الذي كلنا يحفظه: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة 3 أيام متكررة. فلما عرف الصحابي ابن عمر وجد أن الرجل بيفعل المعجزات يا جماعة، في مصطلحاتنا اليوم معجزات، ينام الليل ولم يجد في صدره شيئا على مسلم. هذا الذي نحتاجه، وهذا الذي يوئد الجريمة القادمة لا سمح الله. واعلموا أن الله تعالى قد أمركم بأمر وقد بدأ به بنفسه، إذ يقول المولى جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. واعلموا أيها الإخوة أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا يا غفار، وارحمنا يا رحمن، وارحمنا يا رحمن، وارحمنا يا رحمن، وتب علينا يا تواب، وتولى أمرنا يا حنان يا منان. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، همّا إلا فرجته، دينا إلا قضيته، مريضا إلا شفيته، ميتا إلا رحمته، ميتا إلا رحمته، ميتا إلا رحمته. اللهم اصلح ذات بيننا يا الله، اللهم اصلح ذات بيننا يا الله، اللهم اصلح ذات بيننا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين.